السلام عليكم، معاكم مصطفى من قناة مستر بومتك. الحلقة دي هشارك معاك سر من الأسرار اللي أنا استخدمتها في بداية القناة لزيادة عدد المشتركين. السر ده مش هقولك إن هو منجحش معايا، لأ، السر ده نجح معايا بشكل كبير جدا لمضاعفة عدد المشتركين اللي كانوا 500 مشترك ل 2000 مشترك، يعني ضعفه 3 مرات. بصراحة السر ده هو حاجة من الحاجات الكويسة جدا اللي أنا هفهمك ليه هي كويسة. اول حاجه انا محتاج بس نوريك اثبات ان السر ده شغال معايا 100%، ولكن عايز اجيبها لك من عدد السبسكرايبرز مباشره عشان ما يبينش بس ارباح. لا، دول مين السبسكرايبرز؟ انا عايز عدد السبسكرايبرز نفسهم. تمام. دلوقتي زي ما انت شايف احنا هنا عندنا 2531، لان طبعا ما بيحسبش كله. هنجيب مثلا الشهر اللي هو شهر مايو. تمام، دي ايام لما كنت ما بستخدمهاش. في شهر مايو انا بطلت استخدم الحركه دي، في شهر مايو بطلت استخدم الحركة دي. انا عايز اجيب الشهر اللي قبل مايو. تمام، شهر 4، فاحنا عايزين كده نرجع لشهر ابريل. تمام، هنا شهر ابريل، هنا من اول 1 ابريل لحد يوم 30 ابريل. تمام، ونشوف زدت 1126 سبسكرايبر. 1126 سبسكرايبر، تخيل. انا من اما كنت 500 سبسكرايبر او حاجه زي كده تقريبا، كنت حياة بسيطه جدا، كنت لسه ما كنتش جبت مشتركين كويسين. زدت 1126 سبسكرايبر لما بدات استخدم الحركه دي. تعالى كده نشوف مع بعض ايه هي الحركه دي. انا فاتح هنا الكامتازيا مباشره. هتخش هتجيب اي فيديو، مثلا انت بتعمل مونتاج لفيديو معين. تمام، فالفيديو ده اهو، مثلا ده الفيديو اللي انت تعمله مونتاج. تمام، هتروح عند الفيديو كده. احنا عايزين بس نقفل الصوت. تمام، نشغل الفيديو. تمام، ده الفيديو اهو شغال. طيب هتقوم عامل ايه؟ هتقوم عامل امبورت للصوره، هسيبها لك اسفل الفيديو، بس تجيب الصور هي دي. تمام، الصوره دي. تمام، وتصغرها بالشكل ده كده مثلا، وتحطها هنا وتكبر خالص كده، وتجيب الصوره وتصغرها لحد كده مثلا، او لحد كده، وتاخدها كوبي. المهم انك هتنقلها كده بالشكل ده، يعني تاخد الصورة الأولى دي كوبي وتعملها كده، يعني تحطها في المكان اللي أنت عايزه، لكن الأفضل تحطها في النص عشان تبقى واضحة. تاخدها كده بيست، وتاخد مثلا الأربعة دول وتعملهم كده، ثم تاخد الصورة دي كده بيست، تاخد هنا الصورة بيست لحد مثلا كمان واحدة وبيست. تمام، هناخد كده دي كوبي. تمام، ونصغر الفيديو، صغره خالص، شوف بقى صغيرة جدا زي كده. تاخد دي كده بيست، ودي كده بيست، ودي كده بيست، ودي كده بيست. تمام، خليك كده مركز معايا لحد مثلا ما نوصل لنهاية الفيديو. طب بس هو طبعا لازم كامتازيا يعلق شوية معاك لما تعمل الحركة دي. تمام، لحد كده بس. تعالى كده نشوف ايه اللي هيحصل للفيديو مثلا كده. الفيديو هيبدأ يشتغل. نبص كده هنا، هتظهر معاه بالشكل ده كده. تمام. طيب ده ايه لازمتها؟ انت ملاحظ ان هي حاجه بسيطه جدا، حاجه سهله، حاجه مش محتاجه منك مجهود ومش محتاجه منك وقت، لكن فعلا ده هيأثر معاك في عدد السبسكرايبرز للافضل. انا هقول لك ليه. ده هيأثر معاك طبعا بشكل كبير جدا 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 لو ما عملتش كده. ده فعلا بيأثر بالسلب على القناه بتاعتك، قصدي حتى يعني لو جبت مشاهدات كتير في الفيديو برضه مش هتلاقي عندك سبسكرايبرز. ده بيأثر على المتابعين، بيبص بيكلم عقلهم الباطن، بيكلم دماغهم، بيكلم عقلهم. انت فاهم يعني ايه؟ لان هو مثلا بيكلم المتابع من جوه. تمام، ما بيكلمش المتابع نفسه، لا، بيكلم عقل المتابع، بيقول له هنا في سبسكرايبر. يعني هتركز كده، هنا في كلمة سبسكرايبر بتظهر وبتختفي، بيكلم عين المتابع نفسها، شايفة الكلمة ولكن مش قارياها. تمام، ده بيخلي المتابع يرتبك، ويخلي المتابع 90% هيعمل لك سبسكرايب، 90% هيعمل لك سبسكرايب. الصراحة هي نفعت معايا بشكل كبير جدا لما كنت في البداية، لكن حاليا ما بستخدمهاش، لكن هبدأ استخدمها إن شاء الله في الفترة الجاية. صراحة حاجة ممتازة جدا، وكانت بتنفع معايا بشكل كبير جدا. إن أنا كنت بجيب مثلا 1000 مشاهدة أو 2000 مشاهدة، بطلع منهم على الأقل ب 100 سبسكرايبر. بصراحة حصلت معايا في أوقات كتيرة جدا. أتمنى بس تكون سهلة بالنسبة لكم وتكون بسيطة بالنسبة لكم. بالمناسبة اليوتيوب على جوجل كروم او على الشكل القديم بتاع اليوتيوب افضل بكتير من الشكل الجديد، لان الناس لسه ما عملتش الشكل الجديد. فبصراحه الشكل القديم ممتاز، الشكل الجديد بطيء جدا على فكره، على الفايرفوكس وكده بطيء جدا. فاتمنى انتوا لو تعرفوا ترجعوا للشكل القديم يبقى افضل، يعني صدقني يعني افضل بكتير.
فاتمنى بس ان السر ده ينفعكم، ان السر ده اقسم بالله شغال 100% وافضل 100%. ده كده بهندستك الاجتماعيه بتجبر المتابع انه يبص على زرار السبسكرايب، وانا بقول لك 90% 90% ومجربه 100% يا جماعه، و90% اللي بيتفرج على الفيديو بتاعك هيعمل لك سبسكرايب. اتمنى بس يكون الفيديو عجبكم، انا بس انها تكون حيله بسيطه كده لحد ما ان شاء الله تجيبوا عدد سبسكرايب ممتاز ان انتوا تبداوا فيه قناه اليوتيوب، ويجي لكم ان شاء الله يعني حماسه كده انت تبدا في قناه يوتيوب لما يكون عندك عدد سبسكرايب كويس. واتمنى ان هي تكون افادتكم. كان معاكم مصطفى من قناه مستر بنتك. الفيديو عجبك لايك الفيديو سبسكرايب القناه، ما تنساش تعمل شير للفيديو. كان معاكم مصطفى من قناه مستر بنتك. مره ثانيه شوف الفيديو، اشوفك ان شاء الله في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.